السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلومة هامة ونصيحة مفيدة سأقدمها لكم عن الماء الذي نقدمه للطيور. الماء من الصنبور غير مفيد لصحة الطيور، وهذا الكلام صحيح 100%، لأن الطيور بطبيعتها تشرب الماء من الأمطار أو من النهر أو البحر أو ما شابه، وهذا الماء أنظف من الماء الذي موجود في صنابيرنا أو خزاناتنا، لأنه يحتوي على الكلور المعقم. في أغلب أو كل الدول يستخدمون الكلور في الحنفيات للتعقيم، مادة الكلور الخفيفة أو مواد التعقيم أيا كانت، لا أدري ماذا يستخدمون، لكنهم يستخدمون الكلور أو ما شابه ومواد التعقيم، وهذه غير جيدة للعصفور، فجسمه أصغر من جسم الإنسان. هي لا تؤثر علينا، تؤثر علينا بشكل صغير وتؤثر عليهم بشكل أكبر. لذلك البعض يفضل أن يعطي طيوره المياه المعدنية، هذه المياه خالية من أي مواد تعقيم أو ما شابه، ولكن هناك البعض لا يستطيعون أن يشترون بهذه التكلفة لطيورهم المياه المعدنية. لذلك سأقدم نصيحة، وهي خل التفاح. خل تفاح طبيعي متوفر وسعره أقل من دولار، نصف دولار في كل الدول. يمكنك وضع قطرتين أو ثلاث كما ترون، شيء بسيط جدا في المشربية، ولكن ليس كل يوم. أنا بنفسي بالأسبوع ربما يومان أو ثلاثة أو أربعة أو حتى خمسة، ولكن عليك تغيير الماء كل 24 ساعة إذا قمت بهذه العملية. كما نعلم بالشتاء ربما يومان أو ثلاثة لا نغير الماء، ولكن بالصيف نقوم بتغييره ربما كل 24 ساعة أو 12 ساعة أيضا. ولكن عندما تقوم بهذه العملية قم بتغيير الماء كل 24 ساعة، وهذه العملية تساعد على يعني التخفيف من ضرر المياه الصنبور ومساعدة الطير على الهضم وتطهير أمعاء الطير وتطهير معدته والكثير من الفوائد. لذلك أقدم لكم هذه النصيحة، أن تفعلوا، تضعوا قطرتين أو ثلاثة أو أربع قطرات من خل التفاح إلى مشربية طيركم نصف الأسبوع على الأقل، ودمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.